السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. هذا النهار صيبت واحد الكريم اللي زوين وكيصلح للناس اللي عندهم المسامات واسعه. هو عنده بزاف ديال الفوائد، يعني كيبيض، كينقي البشره من الشوائب، كيحيد التصبغات اللي كتكون على الجلد، كاين الناس اللي عندهم النمش في الوجه ديالهم كيحيدو، كيخلي واحد كيعطي واحد النضاره وواحد البياض للوجه. هاد الكريم هذا كيتكون من ثلاثه المكونات، والمكون الرئيسي النشا الذره ولا ما يسمى بمايزينا ونيفيا والماء ديال الورد. غنبداو على بركه الله نصيبوا الكريم ديالنا. كريم منزلي وعنده فوائد كثيره، غادي يبيض لكم البشره ديالكم وغادي ينقيها من الشوائب وغادي يحيد لكم كاع التصبغات، وكاع الناس اللي عندهم المسامات واسعه في الوجه ديالهم غادي يتسدوا ما يبقاوش. انا درت هنا معلقه كبيره ديال ماء الورد، يعني الكميه اللي بغيتو تصيب شحال ما بغيتو نتوما، لان هذا الكريم هذا كيصلح للجسم كله. انا درت معلقه كبيره ديال ماء الورد وملعقه صغيره من نشا الذره او ما يسمى بمايزينا، لان المده الصلاحيه ديال هذا الكريم هذا اسبوع فقط، يعني سيمانه صافي، يعني الكميه اللي غتصيبوا اللي تكفيكم اسبوع. غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان، ماء الورد ديال ونشا الذره، حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم. بعد ما انسجموا لنا هاد المكونات بجوج، غادي نحطهم على نار هادئه وغادي نقوموا بالتحريك، ما نوقفوش، نبقاو نحركو حتى يولي لنا على شكل كريم. هو بدا يجمع لنا دابا، غادي يولي كريم. من بعد ما غنشوفوه تجمع غادي نحيدوه على النار. هو الشكل اللي وصلنا ليه من بعد ما تجمعوا داك المكونات بجوج. غادي نضيفو ليه معلقة صغيرة ديال نيفيا، وغادي نخلطو هاد المكونات بثلاثة، نخلطوهم مزيان حتى ينسجمو لينا مع بعضياتهم. هاد الكريم هذا تقدروا تستعملوه الجسم ديالكم كله، يعني اي بلاصة كانت فيها التصبغات ولا المناطق الحساسة تقدروا تستعملوها. اي كتحيد، يعني كتبيض، لا بغيتو شي بلاصة تبيض لكم تقدروا تستعملوها، يعني ماشي ضروري تخدموها غير الوجه. هانتوما كما شفتوا بعد ما ضفنا معلقة ديال كريم نيفيا كيتطلق لنا الخليط، كيولينا على شكل كريم رطب، ما ماشي كما في الاول. من بعد ما انسجموا لنا هاد المكونات بثلاثة مع بعضياتهم، غادي نجيبو شي قريعة دابا اللي نحتفظوا عليه فيها، غادي نديروه في شي قريعة، لان هاد الكريم هذا المدة، غادي نعاودها، المدة الصلاحية ديالو اسبوع فقط. ديروه في الثلاجة، ديروه في قريعة واحتفظوه في الثلاجة، ويستعملوه يوميا ساعة في النهار، وإلا بغيتو تستعملوه بالليل تقدروا تستعملوه النهار الليل كله، يعني ديروه وتنعسوا به لانه زوين. انا قلت لكم كيبيض وكيسد المسامات وكيحيد التصبغات على الوجه وكيحيد داك الشوائب اللي كتكون في الوجه. انا بعدا صراحه عجبني بزاف وما كنقدرش نستغنى عليه، غير كيسالي كنعاود نصيبو لان كيجيني ساهل، ما كتاخذليش حتى جوج دقائق باش كنصيبو. هاد الكريم هذا سبحان الله كيما كديرو على وجهك كيبين لك الوجه ديالك ابيض. المهم البنات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وخليوا لي تعليق، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.